طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل وأرق تحية وأقدم لكم برنامج العائلة العراقية هموم الناس. اليوم الأحد 18 تشرين أول 2015، عودناكم دائما بهذا البرنامج مشاهدة كل ما هو جديد وخروج ميدانيا لكل عوائلنا اللي تحتاج هذه القناة وتحتاج برنامجنا. الكثير من التساؤلات عن وصول برنامج هموم الناس لكل العوائل، وهذا شيء حققناه خلال هذه السنة، سنة التهجير وسنة نزوح آلاف العوائل. حقيقة اليوم برامجنا سواء هموم الناس أو غيرها في قناة سامرة هي دائماً تضع المشاهد الكريم الواقع الموجود والمؤلم طبعا في عراقنا، عراق الجريح، العراق اللي مرت عليه ظروف ومرت عليه أيام الحقيقة جدا مؤلمة. فالحقيقة قناة سامراء الفضائية حريصة أن تكون دائما مع المواطن ومع ما يطلب مواطننا العزيز من خلال الاتصالات ومن خلال الإيميل وأيضا من خلال ما شاهده من خلال هذه البرامج. الحقيقة برنامج هموم الناس أنا ذكرت أكثر من مناسبة أعزائي المشاهدين أنه ليس فقط هو محدد للنازحين أو للعوائل المهجرة، إحنا بالعكس حتى في خارج العراق هو برنامج يهتم بشؤون المواطن وداخل العراق بالنازحين وبالفقراء، بالحالات اللي تشوفوها أمامكم، حالات الإعاقة اللي دائما موجودة في كل بيت، أكو جوز واحد معاق أو امرأة أو رجل أو طفل. فهذا إحنا حقيقة يعني دائما نظهر أمام كل الأخوة ميسوري الحال وأيضا أمام المنظمات ووزارة الصحة إذا كانت هناك أكو مشاهدة من قبل وزارة الصحة. لذلك أعزائي المشاهدين إحنا هذا البرنامج هو يكرس جهود الأخوة في إدارة قناة سامرة والأخوة العاملين على هذا البرنامج في سبيل إظهار الشيء الممتع وكذلك نعالج كل القضايا السلبية الموجودة في دوائرنا الخدمية. وكثير اليوم من اتصالات يوم واليوم أمس يعني اتصالات علينا بوجود النفايات في مدينة تكريت ووضع الأمن الهش ووجود الخطف والسرقات، وهذا يعني شيء الحقيقة محزن في مدينة تكريت المحررة. لذلك أعزائي المشاهدين احنا راح نتواصل وياكم ونشوف حلقة هذا اليوم من برنامج هموم الناس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. الحقيقة من يوم أمس فضائية السامرة ويعني برنامجنا أيضا استبشر خير وشاهدوا كل الأخوة المشاهدين على SMS بشرة إن شاء الله لإخواننا اللي سجلوا على مبالغ المليون. احنا من خلال شاشة السامرة طبعا وحصريا انه كل شخص يريد يعرف الاسم هل هو يعني راح يستلم ان شاء الله خلال هذه الايام، يعني جوز يومين ثلاثة بس، يعني تدري يعني الان الدولة ما عندها خطية فلست، فدا يجمعون من من الجيران من المحلة من الهاد على ما يجمعون للمهجرين ويدزوننا اياها. فيعني الاسماء كلها موجودة يمن اللي يحب. طبعا كثير من خلال برامجنا كثير من المشاهدين والمواطنين انفقدت اسماءهم، ماذا يعرفون الاسماء، فكل شخص يحب ان يعرف الاسم. الحقيقه المفروض انا اجيب اللابتوب يمي بس يراد لي وقت طبعا، لانه يعني على ما يتصلون بينا يراد لنا فد خمس خطوط فارغه. فاحنا اللي يحب انه يسال على رقمه يدز لنا الاسم الثلاثي او رقم البطاقه الذكيه مالته او رقم الهويه، هويه الاحوال المدنيه، واحنا نجاوبه ان شاء الله عبر الاس ام اس هذا اللي تشوفوه اسفل الشاشه اللي هو الابيض. احنا ان شاء الله كل الاخوان اللي انفقدت اسماءهم اللي ما ظهرت احنا يتصلون بينا برنامج هموم الناس بالبرامج الاخرى يقول احنا قدمنا وماكو مليون، قدمنا وماكو مليون، لكن احنا حقيقه اتصالنا مع السيد وكيل الوزير يعني حصرناها للاسماء يمنا وقمنا نعرف اللي هي القاعده البيانيه الاسماء اللي رفعت وراح ان شاء الله راح يدزولهم المبالغ، لكن ايش وقت باكر عقب باكر هذا ما نعرف الحقيقه، لكن الاسماء فقط هي هاي راح ينطوها فلوس اللي هي يعني موجوده يمنا. فهذا ان شاء الله بشرى خير للاخوان بعد معاناه طويله ويا المسؤولين
واحنا يعني دائما نهرج ونصيح يابا ترى الاخوان يا معودين المهجرين، ترى المهجرين ما عندهم غير رحمه رب العالمين. فنعيد ونكرر، وان كل شويه ان شاء الله راح اقول هذا الكلام، كل شخص ما ظهر اسمه يدز لنا الاسم واسمه الثلاثي او الهويه الاحوال المدنيه او البطاقه الذكيه. اعزائي المشاهدين، الحقيقه احنا يوم الخميس كان هناك تقرير من زميلنا علي العزي. هذا التقرير الحقيقة مؤلم، أحد الخوات اللي توفى زوجها وعدها بنات اثنين وياها أختها المعوقة ويعيشون في كركوك وحدهم. يعني الحقيقة كان الوقت يعني طلعناه في نهاية البرنامج، لكن كثير من الاتصالات يريدون أنه نعيد هذا المقطع وهذا التقرير لزميلنا علي العزي. خلينا نشوف وياكم إعادة هذا التقرير للأخت اللي موجودة بكركوك، وليحب أنه يساعد هذه العائلة إن شاء الله الأرقام موجودة، ونحب نطمن الأخوة أنه دائما إحنا ويا هاي العوائل المسكينة، وإن شاء الله قناة سامرة وبرنامجنا ما ينساهم. خلينا نشوف وياكم هذا التقرير. أعزائي المشاهدين، أكو خلل فني، إن شاء الله يحاول زميلنا المخرج أنه يعالجون هذا الخلل. طبعا أكو يعني إذا تجينا رسائل وتجينا اتصالات عبر الواتساب والفايبر، إحنا أيضا إن شاء الله راح نفتح هاي اتصالات بعد أن نشوف زميلنا سيف ونكمل هذا التقرير. الصير طبعا اليوم برامج مكثفة، والله يعين الحاسبة، هو أنا إنسان ينسطر النوبة الحاسبة. فأعزائي المشاهدين، أذكر شيء آخر مسجليها أيضا ضمن الأمور. الآن إن شاء الله المدن تشوف ده تتحرر، تحررت مدينة بيجي والصينية مكحول والزوية إن شاء الله، ورجعت إلى أحضان الوطن، وإن شاء الله اليوم باكر تكمل الحويجة. لحد الآن أكو كم عائلة موجودة بالسيطرة الغربية من محافظة كركوك، وإحنا ناشدنا السيد محافظ كركوك والأخوة الأمنيين المسؤولين على هذه السيطرة أن يدخلون هذه العوائل. هي فقط هاي العوائل تدخل منها وتخرج فقط إلى محافظة صلاح الدين، يعني ما راح يدخلون داخل كركوك. وإن شاء الله نتمنى أنه هذه المناشدة يسمعوها الأخوان. إذا أعزائي المشاهدين، خلوا نروح وياكم نشوف تقريرنا من كركوك لزميلنا علي العزي، تعالوا ويانا. طبعا احنا نشكر زميلنا علي العزي على هذا التقرير، الحقيقة تقرير مؤلم، وأتمنى إن شاء الله من خلال الاتصالات أنه يشوفون هذه العائلة. وما أعرف يعني إحنا انكتب علينا الحزن والقهر والضيم، يعني هسه كل عائلة بها يعني سند، بها رجل، بها يعني ولدي يعين عائلته، كان المرأة المسكينة وعدها هذه المعوقة. نتمنى إن شاء الله أنه أكو كثير من الناس تمد يد العون وتساعد هاي العوائل المسكينة، والله يرعاها سبحانه وتعالى، هو اللي فقط يرعاها. أعزائي المشاهدين، زميلنا المخرج إحنا راح نفتح اتصالات وأيضا الواتساب والفايبر للي ما يقدر يتصل علينا، فقط وليد المدني، والاتصالات نريدها مفتوحة أمام كل المشاهدين. اللي يحب أن يسألنا على مسألة المليون راح أعيدها يا أخوان، هذه بشرة خير إن شاء الله. كل واحد رفع اسمه وما إجت لحد الآن، طبعا السادس والسابع والثامن والتاسع وأكو بيهم من الرابع شهر الرابع، لحد الآن ما يعرفون بأسمائهم. الآن أي شخص يدز لنا فقط على الـ SMS اسم الثلاثي وهوية الأحوال المدنية أو البطاقة، رقم البطاقة الذكية، وإحنا إن شاء الله راح نجاوب عليه. زميلتنا أصيل وخديجة إن شاء الله راح يجاوبون على كل شخص يبعث لنا اسمه عبر هذه القاعدة البيانية، هي صارت حصنة. معي أول اتصال أبو أنس من بغداد. اهلا وسهلا ابو انس، حياك الله. المخرج كيف لان هو ابو انس. تفضل ابو انس. الله يسلمك استاذ وليد. ابو انس بس نصي لي التلفزيون. الله يحفظك، بس نصي لي التلفزيون، اسمعني من الهاتف.
ماشي ماشي ماشي. تفضل ابو انس. استاذ وليد احنا على موت منحة المليون، الله نعم. شاهد يعني جانا الشتاء وقاعدين بغرفة ننتهي خلاص. نعم. يعني اتوقع باي ساعة تقع علينا. لا حول ولا قوة. يعني اتوقع يا دقيقة تقع علي، خايف اذا تنطر اقل مطرة تقع علينا الغرفة. ابو انس وين ساكن انت؟ بغداد، بغداد على اطراف الطارمية التاجي، بين بغداد وبين الطارمية التاجي. انت مهجر؟ اي والله مهجر من الفلوجة. الله كريم، ان شاء الله الفرج قريب يا ربي، الفرج قريب ان شاء الله. يا الله، والله يا استاذ وليد ما اريد كل شيء، بس نرجع تراباتنا، خلي بيوتنا تقع في المسح، بس نريد نرجع على التراب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. نرجع على التراب، مي ما شبعانين هنا، انا مي شرب ما شبعانين. ابو انس احكي لك سالفه، نوبات الواحد يدعي سبحانه وتعالى بالليل بالنهار برمضان كل صلاه يقول يا ربي، يعني حاشا لله ها، لكن هو الله سبحانه وتعالى هو أعرف بينا وبحالنا. نعم. وندعي من الله. نعم. أن يغير حالنا من هذا الحال إلى أحسن حال يا رب إن شاء الله. والله أستاذ ندعي رب العالمين بكل ساعة، الله شاهد من التفكير من نام الليل، من نام الليل الله شاهد، أظل قاعد الليل كليته الله يعين. ما نام من التفكير والدعاء، وندعي رب العالمين بكل ساعة ولحظة. إحنا هذه كلها أبو أنس نقول دائما هذه كلها الأمور تهون، ما ناكل نجوع، يعني نقعد جوا صريفة بخيمة كلها تهون، بس البشر من يروح والله ما يتعوض. نسأل الله أنه يعني تراق هذه الدماء، يعني هذه نسأل من رب العالمين، وترجعون لعوائلكم ولأهلكم إن شاء الله. أستاذ وليد هاي أريد، إحنا ما أريد كل شيء والله، أريد بس نرجع، أريد بس برود القاع. آمين آمين. مرتاحين وبالنا مرتاح إن شاء الله. أبو أنس إذا عندك شيء يعني بخصوص الاسم ابعث لنا على الاس ام اس اسمك أو البطاقة حتى نشوف اسمك إن شاء الله ونعلنها من خلال الاس ام اس الأبيض الموجود الشريط أسفل الشاشة إن شاء الله. أشكرك أستاذ، أنا أشكرك، أشكر اتصالك، حياك الله حياك الله أخوي العزيز. أيضا أعزائي المشاهدين إذا تجينا رسائل يعني من السلام عليكم، الأخ أبو محمد يقول شو وقت تدز الاسم؟ أنت بأي وقت تريد تدز الاسم أخي العزيز أبو محمد دز الاسم، ده تظهر الآن تشوفون أسفل الشاشة يعني على آسيسي الأرقام تظهر، وتقدر تدزها على الرقم وتكتب الاسم اللي تريده ورقم الهوية، وإن شاء الله راح يكون جواب سريع لهذا الموضوع انه اسمك ظهر ان شاء الله، وانتظر انطلاقة الفلوس ان شاء الله المبالغ خلال ايام. اتصال سيف من صلاح الدين، يوم كله ابو انس وسيف. ايه تفضل سيف. نعم السلام عليكم. سلام ورحمة الله. شلونك استاذ وليد؟ حياك الله حبيبي سيف ابو انس. اخبارك؟ تفضل سيف. سؤال. ايه جواب. يعني استاذ يعني كافة المناطق متحررة والباط يعني متحررة، ما حد يقبل يرجع مدياهم، حتى الله ما يقبل. انت منين سيف؟ انا صلاح الدين تابع لعز بلد. منين؟ من صلاح الدين تابع لعز بلد. ها العزيز بلد اخوي العزيز، الحقيقه البارحه احنا نزلوا صوره بالفيسبوك يعني استبشرنا خير، محافظ صلاح الدين، النواب، الاعضاء مجلس كلهم موجودين بيثرب وبعزيز بلد، ان شاء الله اكو تفاهم على هذا الموضوع، وصلاح الدين ان شاء الله خلال نهايه هذا العام متحرره كلها والعوائل كلها راجعه باذنه تعالى، يعني ان شاء الله الفرج قريب اخي العزيز ان شاء الله. ما يريد بيوت ما يريد مال، بس المهم يرجع لديارنا، يعني اي تراب ان شاء الله اخوي. اكيد اكيد اخوي، ماكو احسن من تراب الوطن وماي الوطن، ماكو احسن من عنده. اشكر اتصالك اخي سيف. قيس من دياله، حياك الله اخوي قيس. اي السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. سؤال استاذ صاحبك عيني. الله يبارك فيك، تفضل اخوي. ويا كان من دياله عين استاذ. مرحبا بيك بهالي دياله، شلون دياله وضعه شلون؟ الله يحفظكم. والله الحمد لله، دعاكم لنا اخويا. ان شاء الله يا رب، دعاء الصالحين يا رب. الله يحفظك ويبارك فيك عين استاذ. اي نعم نسمع قيس. استاذ عيني بس فيديو احنا نازلين جنا نفركك وسوى بطاقه ذكيه من شهر رابع لحد ما سلمنا عليها من حق. بطاقه ذكيه؟ اي. من شهر الرابع؟ اي والله صار شهر رابع. يعني البطاقه وياك؟
الثاني عندي بطاقة مجدمي والهوية عندي. ايه دزلنا الاسم على فضائية السامرة، اسمك ورقم البطاقة، شوف اسمك ان شاء الله الجواب موجود او لا. البطاقة الذكية سال عيني رقم البطاقة الذكية يعني. ايه انت مو عندك رقم بطاقة ذكية؟ اي عيني سال. دزلنا رقم البطاقة الذكية والاسم الثلاثي مالتك ان شاء الله، راح نشوف اسمك موجود ونقول لك مرفوع، وان شاء الله موجود، ان شاء الله كلهم موجودين ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك، خدمتكم خدمتكم خدمتكم. عين عين استاذ، جزاك الله خير، يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. ضرار من سنجار. الله يسلمك يا استاذي. حياك الله. وقيك على حبيبي. تفضل اخي ضرار. انا من سنجار، هسه حاليا بالسليمانية قاعد. نعم، هسه حاليا وين انت اخي ضرار؟ بالسليمانية قاعد، ومقدم على المرحمة المليون، ولأني ما مستلم كل شيء منه. ما مستلم. ايه وحتى اقدر اتكلم، ما عندي كل شيء، ما عندي، واني هسه متطوع بالجلسه جاي عدا غادي عدهم بدون راتب. نعم. اخ اعرف اهلي بسليمانيه. اخ ضرار انت عندك بطاقه ذكيه؟ ما عندي كل شيء استاذي، لا بطاقه ذكيه لا مرحله الاول، اول يوم مستلم كل شيء ما مستلم. زين ما راجعت، هو موجود بسيرش نار الدائره، ما راجعتهم؟ اخي راجعتهم اكثر من مره، يقول اسمك ما موجود. اسمك سايم على بغداد وبات ما راجع. يقول اسمك ما موجود؟ ايه. ماشي يا اخي العزيز، بس خلي لي اسمك يم الكنترول وان شاء الله احنا نجاوبك ورقم تليفونك. ما يخرب عزيزي. انا اشكر اتصالك، بارك الله بيك. ايضا اعزائي المشاهدين، تجينا الحقيقه رسائل كثيره على موضوع منحه المليون، واتمنى ان شاء الله انه الكل تستلم يا ربي. والاخ ابو ضياء من بيجي يسكن حاليا في كركوك، يسال ابو ضياء على موضوع المليون، يقول استطيع ان ارسل اسمي او البطاقه الذكيه؟ نعم ابو ضياء، الحقيقه احنا هذا الموضوع ان شاء الله طرقنا به اكثر، صار من يوم اعلناه على الاس ام اس، نتمنى ان شاء الله من الاخوان كلهم اللي احنا حصريا جتنا الى قناه سامره، كلهم الاسماء هم اللي ما ظهرت عبر البيانات الموجوده القاعده البيانيه، ان شاء الله ننطيه اسمه، بس يعني يبعث لنا رقم البطاقه الذكيه او رقم الاحوال المدنيه واسمه الثلاثي، ان شاء الله راح نجاوبه وتدلل يا ابو ضياء. حقيقه كثير من الرسائل اكو بعد عندنا هوايه بس ما نقدر نقراها لان يمكن اكو اتصالات، ماكو اتصال. اني يعني زميلنا المخرج اتمنى انه نروح نشوف هذا التقرير لهاي الطفله ونرجع حتى نبقى اتصال مفتوح امام المشاهده. اعزائي المشاهدين، زميلنا احمد جمعه من قضاء سامره، طفله معاقه عندها تلف بالدماغ، هذه الطفله وهو الرجل يعني حالته تعبانه جدا، وهو شاب وهو وزوجته، يناشد المسؤولين، يناشد الاخوه اصحاب الغيره واللي يحبون ان يمدون يد العون لله سبحانه وتعالى، وهذه الطفله خلينا نشاهدها وياكم والمساعده لكم ان شاء الله. شكرا لزميلنا احمد جمعه على هذا التقرير، واتمنى ان شاء الله يعني مساعدة هذه الطفلة المسكينة. وطبعا أنا أتمنى من زملائي حتى تكون كاميرا فضائية السامرة وبرنامجنا إن شاء الله في كل محافظات العراق، ليس فقط في محافظة صلاح الدين. طبعا زميلنا أنس عبد الرحمن جزاه الله ألف خير بلغ أخواننا المراسلين وأنس البدري أيضا على موضوع يعني زيارة كل العوائل اللي عندها معاقين وتحب أن تظهر في فضائية السامرة، حتى نتمنى أن تكون هناك لجان صحية، منظمات، يعني العراق صار به مصايب، يعني المفروض أكو لجان طبية، أكو منظمات، حتى لو أكو منظمات يجوز أبو المنظمة الموجود بالعراق يسجل قرايبه وأصدقائه، هم هيك هي هاي المحاصصة وهذا الخاص وهذا شو اسمه، ما يروح على المساكين الفقراء، بس المساكين والفقراء إن شاء الله هم حصتنا، حصتنا هموم الناس وفضائية السامرة إن شاء الله. راح نعيد وياكم الاتصالات، زميلنا المخرج افتح اتصالات الآن أمام كل الأخوة ما تبقى من الوقت، وحتى إن شاء الله نجاوب على كل الأسئلة الموجودة. طبعا أكو أيضا رسائل التي تجينا فارغة يا أخوان، يعني ما أعرف شنو هاي الرسائل الفارغة. أخ هريبط هم يعني يدز لنا أوكي أوكي، شنو أوكي أوكي يعني شنو، ما أفتهم يعني، لا تظل تدز هيك أخوي، إحنا هاي الاتصالات نريد على مود الناس، على مود الهاي، مو وقت لعب.
اتصال معي. نعم تفضلوا. الو السلام عليكم. شاب من سامره. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم نعم تفضل اخوي. بس نصيد التلفزيون. شلونك يا استاذ وليد؟ حياك الله اخوي العزيز. شلونك يا استاذ وليد؟ زين الحمد لله. انت شلونك؟ والله بخير الحمد لله. والله شاب انت بسامره؟ اي نعم نعم استاذ وليد. انا عندنا بس مشكله بالزحمه. اي نعم نسمعك استاذ وليد. احنا ثانويه المعتصم بناحيه المعتصم لحد الان اي كتب اي تجهيزات ما فيها، يعني لحد اليوم 18/10 ولحد الان اي افتتاح لليوم، يلا بدايه افتتاح المدرسه انفتحت اليوم، بس كتب لحد الان ما في يعني تجهيز. اخويا شاب احنا مو بس بسامره، احنا ان شاء الله اذا تتابع برنامجنا باكر عين العلم راح نتناول بهذا الموضوع. يعني اليوم مدارس الممثليه في اربيل اللي هي الانبار وصلاح الدين، اليوم راحوا الاطفال مكيفين وشارين مطارات الماي والفرحه والبسكت، جو ضايجين. ها يا بش بيكم ناموا؟ قالوا ماكو مدارس. قالوا لنا للاحد. ليش انتم مو اعلنتوا يوم 18 وديبد العلم حتى تقوموا تاخرون بيها؟ ومن يطلع لنا المسؤول التربوي ها هو وقاطة والرباط احنا جهزنا واحنا قمنا وكل الحكي طلع ما بي معنى وكله كذب. فاحنا اخويا باكر ان شاء الله راح نتطرق بهذا الموضوع حتى ما ينخبط علينا بهموم الناس. باكر ان شاء الله بموضوع عين العلم راح نتناول كل هذه المواضيع وابتداء العام الدراسي الجديد ان شاء الله. اذا عندك غير شيء شباب. بس استاذ وليد يعني احنا شنو ذنبنا احنا؟ يعني هسه كان مخلص يعني انتهى شهر فعل الاستقبال شهر 11 لحد الان في حقكم حقكم المدارس بالهاي، شنو احنا ذنبنا؟ حقكم حتى يشوفون انه طالبنا الان منذ بدايه السنه هو حريص انه حتى يحافظ على الدراسه، يحافظ على المعلومه الاوليه، ومن تجي نهايه السنه يطلعوا غش جماعي ويطلعوا راسب، والى الى الله سبحانه وتعالى ما له غيره. أنا أشكر اتصالك أخوي شاب، أشكر اتصالك. معي اتصال آخر. أبو محمد حياك الله يا أبو محمد. فقد أبو محمد. إحنا آسفين أبو محمد لأنه شوية تأخرنا عليك، أتمنى تعيد الاتصال إن شاء الله. أيضاً إجتنا رسالة من الأخ يوسف. يوسف من قضاء بيجي يسكن حاليا في كركوك، ايضا يسال عن موضوع البطاقه الذكيه وانطلاق المبالغ. الحقيقه يا ابو يوسف او يوسف ما يعني ذاكر لي يوسف او ابو يوسف، احنا قلنا فقط هسه الاسماء اذا ظهرت ان شاء الله، اذا اسمك موجود ننتظر فقط دفع المبالغ باذنه تعالى حتى ان شاء الله توصلكم المبالغ. مع اتصال. نعم تفضلوا. جابر تفضل. اخ جابر شلونك استاذ ولي؟ صحتك حياك الله اخوي العزيز. صلاح الدين قضاء الشرقاط. نعم محافظ صلاح الدين قضاء الشرقاط. والنعم والنعم. نعم والله عليك. شلونك استاذ؟ صحتك. سولف لنا على الشرقاط. الشرقاط ندعي الله يبشر القوات المسلحه وابناء الحشد الشعبي ان شاء الله عن قريب بامر الله. يا الله يا الله ان شاء الله اخوي ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك. عندي طلب صغير. ايه نسمعك اخويا. المنحة المليون الاخير استلمت، سويت بطاقة ذكية. ايه. الاولي ما استلمته. زين. ايه والبطاقة الذكية اللي علمته بالسياسيين الاساس بدل اجار. ايه. ماكو لا بدل اجار، احنا الحين بكركوك كله قاعد نشتغل احنا ولدنا. حتى الاجار 350 شقه بقد الشطبن. يعني انت اخ جابر تسال على اكو منظمه تروح تنطي بدل اجار؟ لو يعني انت دا تقصد على المهجرين؟ نعم نعم استاذ. مال المهجرين؟ نعم مال المهجرين. احنا احد المسؤولين من اتصلنا بيفون وقلنا له يابا اكو بدل اجار هذا 400، قال لا اخي هاي لا تقولوها هذه خاطئه. تدري مو المسؤول نوبات يعني شويه هم يترندج عليه، احنا فقراء مساكين ها؟ يقول لا تقولون بدل اجار، هذا مو بدل اجار، هذا حق المواطن له مثلا 3 ملايين تنتهي خلال السنه لازم ياخذها. احنا هسه لا حضت برجيلها ولا اخذت سيد علي، ها؟ لا اخذنا المليون ولا اخذت الناس هذه البطاقه، كل شيء ماكو، لا 3 ملايين ولا المليون.
استاذ العزيز كل حشيك مضبوط. انت راعي الاوليه يسلمك. هذا عتبي على السياسيين، مع احترامي للسياسيين الشرفاء. نعم، عتبي على السياسيين بالبرلمان قرروا البطاقه الذكيه وعزت للنازحين بدل اجار بالشهر 400. صحيح، مجلس النواب هذه اقرت بالبرلمان. رحم الله امك مع ابوك والديك. المواطن اللي ما يمتلك ياكلات، ايه المواطن اللي ما يمتلك راتب الرعايه بكميتهم تالي. مو هاي تدري ليش ما يريدوها؟ انا متى اشتكيت على عمي؟ انا تدري احنا تركنا ما تركنا بيوت. اخويا انت دا تحشي على هم العراقيين كله، مو بس انت، يعني انت واحد من الناس. انا مو على نفس استاذ العزيز، بس ساعتي بعتي على السياسيين. عيب ايش كلام سياسي يمثل الشعب العراقي، او لا اقول بدل اجار ولا اقول هذا كمساعده. هو لا يقدر يعوض الغاسات، ولا يقدر يعوض البيوت الراحت، ولا يقدر يعوض الامتلاكات، ولا يقدر يروح دم الابرياء العراقيين الراحت على يد هذا المجرمين. يعني شي عوض بس نفسه بشي عوض. احنا هسه راضين، اقول لك ابن عمي احنا راضين. شي يسموها خلي يسموها، يسموها بدل ايجار، يسموها لوجه الله تعالى، خلي يسموها. قمنا نشحد من المسؤول، نشحد نوقف يمه نشحد من عنده، مو مشكله. بس وينها هي؟ وينها الفلوس؟ وينها؟ ماكو، كل شيء ماكو. فاتمنى ان شاء الله يسمعوك يا اخي ويسمعون العراقيين. اقول لك ليش يصعد الضغط؟ يحيى من صلاح الدين. نعم يحيى اخويا. السلام عليكم. حياك الله اخويا يحيى، السلام ورحمه الله وبركاته. خالي علي سلمت معامله قبل تقريبا 5 اشهر، معامله مال النازحين بطاقه ذكيه. ايه، ولحد الان ما طالع اسم الهجره. ايه، مو انا قلت دز لنا الاسم اخي على قناه سامره على SMS ورقمك والرقم البطاقه. انت ما عندك رقم الهويه؟ بس نشوفها ان شاء الله. أنا دزيت رسالة بس بعدها يعني ما وصل. دزيت رسالة وقبل ما عملت سلمت ولحد الآن ما طالع اسمي. توصل إن شاء الله، إن أكون ازدحام علينا توصل إن شاء الله. إسماعيل من الموصل، حياك الله أخوي إسماعيل. قطع اتصال. الأخوان اللي يراسلونا على موضوع المدارس، يا أخوان أنا أفضل وتخلوها الباكر، لأنه يعني أني نازح من يثرب رابع علمي، المدارس في قضاء بلد ما تقبلنا. ليش؟ هذا الموضوع ان شاء الله باكر راح نلتقي باحد الاخوان التربويين، بلكي ينطينا حل لهذا الموضوع. يقول انا نازح واتمنى ان يقبلونا في مدارس بلد والاطراف. نعم، الحقيقه ايضا اكو موضوع اريد نتكلم عليه من خلال برنامجنا اليوم. اتصلوا بينا اكثر من شخص، اتصلت بينا احد الخوات واحد الاخوه للبرنامج يشكون وضع مدينة تكريت المحررة من وضع النفايات. يقول بدأنا احنا العوائل والشباب بدأت تجمع النفايات بالمناطق القريبة، يعني يشوفون اكو ساحة عرصة فارغة ويبدي يحرق بالنار. طبعا هو احسن افضل خلي شوية واحد يتحملها ربع ساعة نص ساعة على الدخان، افضل ما تبقى النفايات والذباب. وهذا الحقيقة وقت الكوليرا، ونتمنى ان شاء الله انه تنحل هذه المسألة. وأتمنى أنه نحصل من هو المسؤول الإداري بقضاء تكريت غير هو القائم مقام. نتمنى نسمع له، ما يريدون يحشون يا فضائي السامرة بيها بعبع فضائي السامرة. شنو ها لو غوريلا؟ ها احنا نريد احشيها للناس زين، خل نفتهم شبيها فضائي السامرة. حالة حال قنوات. يضحك علي غالب، علاش تضحك زين؟ اتصال. نعم تفضلوا. الو، منو؟ تفضل احمد، حياك الله. شلونك استاذ وليد؟ حياك الله، وصلنا للغوريلا. استاذ على مود البطاقه الذكيه، ها صار لنا غبطنا سنه وما حصلنا شيء من عندها. هسه احمد منتهينا من هذا الموضوع يا بعد عيني. يا بعد عيني استاذ، مو والله يعني اسمح لي اسمح لي الله يحفظك. مو انا ايش اقول لك؟ دز لنا اسمك، البطاقه مالتك، رقم الاحوال حتى نشوفها على قناه سامره، يطلع اسمك موجود. ماشي استاذ. اشكر اتصالك، راح اعيد مره ثانيه اعزائي المشاهدين. يعني كثير هسه من الناس تتباشر على هذا الموضوع لان حقه هذا،
يعني هذا ابسط حقوق. انا حكيته في احد الـ يعني في احد اللقاءات ببرنامج هموم الناس، قلت يا اخوان كل انسان على الكره الارضيه على هذه المعموره يعني عنده حقوق وعليه واجبات. طيب شنو الحقوق؟ الحقوق مالته انه لازم عنده كهرباء، لازم عنده مي، عنده بطاقه صحيه وضمان صحي، عنده تامين بحيث اذا يندعم، اذا ابنه يندعم، اذا سيارته تندعم. هاي احنا قبل هسه ما موجوده، ها هذه حقوق. واجباته انه يكون هو من ضمن اللي يشتغل مثلا عامل، اللي يشتغل مدرس، اللي هذه حقوق وواجبات حتى ياخذ راتب. زين هسه احنا كلها مضيعيها، زين كلها مضيعيها، ماكو كل شيء. فاحنا هذه حقوقنا، هي حقوق المهجرين موجوده بالدستور اللي هم قرروا للدستور، ها قرروا للدستور، هو هذا به فقره من الفقرات انه هذا حق المواطن. زين وينها هي؟ اذا هذا ضحك على الضقون. معي اخر اتصال، ثامر من كركوك. السلام ثامر عليكم. تفضل اخي ثامر. شلونك استاذ وليد؟ حياك الله. شلون صحتك؟ ان شاء الله مرتاح. والله الحمد لله، الضغط ها يرتفع وينزل نوبات، تدري صياح. الله يساعدك، الله يساعدك، الله يقويك، الله يقويك. يسلمك، احنا بخدمتكم. الله يخليك، خادم ربك استاذ وليد. والله استاذ وليد احنا نازحين شايفين كركوك حاليا. نعم. يعني جماعتنا اللي ويانا استلموا مرتين، استلموا منحه على مليون مليون. مرتين؟ زين، اي والله مستلم. اي هذا عنده واسطه، يعني هذا واحد بهم اخويا، يعني اخويا استلم مرتين. هذا واسطته قويه اخوك. والله ما ادري استاذ، احنا ولا مره استلمنا لحد الان، نريد نشوف شنو السبب ما نعرف، وصار لنا نقول نسلم البطاقه. اقول لك اخويا ثامر، انت تقعد وياه اشرب شاي بالليل. قول له الدرب مالك شلون فتت بيه؟ خله فوت وياك. شو انت مرتين وانا كل شيء ماكو، شنو السالفه؟ قول له خابر على وليد المدني بس، ان شاء الله وان شاء الله. ها وماكو احسن من عندها ترى، هي واحد يامن بالله سبحانه وتعالى، يقول الله كريم، يعني ماكو غيرها، يعني شو تسوي؟ اي والله الحمد لله. ورغم هذه دز اخويا ثامر الله يسلمك، دز لنا اسمك والبطاقه، رقم البطاقه، وان شاء الله احنا بلكي من خلال قناة سامرة بإذنه تعالى يطلع اسمك إن شاء الله. أشكر اتصالك. أعزائي المشاهدين، أعيد آخر مرة لأن الزملاء واقفين يريدون شيء واحد من قناة سامرة، المواطن إن شاء الله تحقق قناة سامرة. الناس الخيرة الموجودة في هذه القناة أبد، يعني أبد إلا أنه تكون دائما تضحي لهذه المواطن، تضحي لهاي المواطنين وهاي الناس في سبيل عراقنا الجريح المسكين حتى نعبر إلى بر الأمان. أنا فقط أذكر المواطنين عبر فضائية سامرة، كل الأخوان اللي عانوا من مسألة البطاقة الذكية دزونا أسماءكم ورقم البطاقة وإن شاء الله الجواب راح يجي. دائما وياكم برنامج هموم الناس، إلى اللقاء.